رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج أزهار القرآن. في الحلقة الماضية بفضل الله تعالى تكلمنا عن الإدغام بغنة، وعنوان هذه الحلقة الإدغام بغير غنة. اتفقنا أن معنا أبيات للتحفة ومعنا صورة تتناسب مع الحكم اللي بنتكلم فيه في حلقة اليوم بإذن الله تعالى، وهي صورة الماعون، وهنتكلم عن الإدغام بغير غنة، ونتعرف على ضيوفنا في الاستوديو ونرحب بيهم، وطبعا بنرحب بضيفنا الدائم واللي معانا من بداية الحلقات فضيلة الشيخ سامي شهاب. أهلا بيك شيخنا. الله يحفظ شيخنا. الله يحفظ حضرتك. ربنا يرفع قدرك يا رب. موافق إن شاء الله. طبعا معنا أزهار جميلة من أزهار القرآن. الزهرة الأولى عمر محمد. إزيك يا عمر؟ الحمد لله. أنا مش سامعك يا عمر. ارفع المايك كده وسمعني كده. إزيك يا عمر؟ الحمد لله. كويس؟ أوي ولا نص نص؟ أوي أوي. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك يا عمر ويحفظك. عمر أنت عندك كم سنة؟ ستة. ستة؟ وحافظ كم جزء؟ ثلاثة. ثلاثة؟ يعني أنت لما يكون عندك مثلا 12 سنة يبقى عندك ستة أجزاء، معك ستة أجزاء؟ كل سنتين بتحفظ جزء؟ ولا تكون ختمت إن شاء الله؟ تكون ختمت إن شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله تختم بإذن الله تعالى، ربنا يحفظك. أنت منين يا عمر؟ من زوج الكهرباء. برضه؟ من المنوفية؟ زوج روندي فين؟ دي فين؟ قرب المايك يا عمر. ها؟ زوج جيران فين؟ في الباجور؟ صح؟ ما شاء الله عليك يا عمر. الزهرة الثانية هي بسنت أيمن. ازيك يا بسنت؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ كويس. عندي كام سنة؟ سبعة. ما شاء الله عليك يا بسنت، حافظة قد إيه؟ أربعة. ما شاء الله ما شاء الله، تختمي قريب بقى إن شاء الله؟ هاد. إن شاء الله. كلها كام؟ 26 جزء يعني. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا بسنت. منين يا بسنت؟ من جروان. يعني هو زوج جروان وانت جروان، دي بلدين جنب بعض صح كده؟ صح. ما شاء الله ربنا يحفظكم. شيخنا احنا معنا حكم اليوم، تكلمنا في الحلقه الماضيه عن الادغام بغنة وحروف الادغام، الحروف اللي تدغم فيها يدغم فيها النون الساكنه والتنوين، تمام، وست حروف. طيب الادغام اربعه منهم بيدغموا بغنة و اللام والراء بغير غنة. بالضبط، في عندنا حرفين بيدغموا بغير غنة. طيب نسمع الاول طب الابيات من الشباب. عمر اتفضل. عمر حافظ الابيات اللي بتتكلم على ايه؟ الشهاده على الادغام بغير غنه. الادغام بغير غنه. بغير غنه. انت عسل يا عمر، قرب المايك يلا بقى سمعني. والثاني ادغام بغير غنه في اللام والراس كررنا. جميل جدا، هو بيت واحد بس صح كده، واللي قبليه كان ليه اكثر من بيت، اللي هو الادغام بايه؟ بغنه. يبقى عندنا كده ايه؟ والثاني ادغام بغير غنه في اللام والراس ثم كررنا. ثم كررنا، هنعرف ثم كررنا ديت معناها ايه من فضل الشيخ سامي. طيب ناخد بقى بسنت. بسنت حافظه البيت ده؟ طب يلا سامعين. والثاني ادغام بغير غنة في اللام والراس ثم كررنا. ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا فضل الشيخ سامي، احنا اتكلمنا عن الادغام بغنة، وعايزين نعرف ايه الادغام بغير غنة، يعني ما ينفعش نركب غنة واحنا بنتعامل مع الحرفين دول؟ تمام. مع اللام والراء الادغام ده غير غنه. احنا طبعا ما زلنا في احكام النون الساكنه والتنوين. احكام النون الساكنه والتنوين، يعني الحروف ينمو خدناها في الحلقه الماضيه. نعم. تمام. ذكرنا ان الادغام فيها بغنه. تمام. اما مع اللام والراء فالادغام بغير غنه. يعني حتى تركيب الغنه غير مستساغ. نعم. بعض الناس مثلا لو قرأ مثلا ايه ميلاد، حتى لو حاول يعمل كده يعني طبعا ايه القراءه نفسها هذا موجود في بعض الروايات وفي بعض الطرق، يعني هذا موجود لكن هو يتناسب مع لهجه من اللهجات. نعم. بالنسبه للحفص طبعا غير موجود. بالضبط كده. بالنسبه لطريق الشاطبيه وده الاشهر. نعم. عند حفص هو الادغام بغير ايه؟ بغير غنه في اللام والراء. طيب يعني ما ينفعش ان انا اركب غنه يعني؟ لا طبعا. اقول ايه؟ من ربهم ينفع؟ لو تطرقنا بقى لمساله الادغام الكامل طبعا كده خلاص، يعني ذهاب ذات الحرف و جميل جدا. يبقى الادغام هنا ايه؟
ادغام كامل. ادغام كامل. يبقى انا بدخل ايه؟ انت فكرنا طب بتعريف الادغام. الادغام لغه الدمج او الادخال. نعم. اصطلاحا ادخال حرف ساكن في حرف متحرك حيث يصيران حرفا واحدا مشددا. يعني بدخل حرف ساكن في حرف متحرك. حرف متحرك. الحرف الاول خلاص اختفى، دخل جوه الحرف وادغم تماما. فاللي بشوفه الحرف الثاني. يعني انا دايما كنت بقول كده بمثل ليها بالشكل ده يا سيدنا. ده الحرف المدغم وده المدغم فيه. انا لو دخلت الحرف ده كده انت شايف ايه؟ شايف ايه يا عمر؟ ايدي التانية. ايوه المدغم فيه. حرف الثاني. لكن مش شايف الايه؟ مش شايف ايديا الاولانية دي صح؟ لانها ايه؟ دخلت خلاص في ايدي الايه؟ في ايدي التانية. طيب جميل جدا. وممكن تعريف الادغام الكامل برضه هيوضح ذهاب ذات الحرف وكذلك الصفة بخلاف الادغام الناقص ذهاب ذات الحرف وبقاء الصفة. تمام. فهنا الان النون ذهبت والصفة اللي هي الغنة. تمام. يعني ذهب الاثنين. نعم. يعني الحرف نفسه. قدنا مثال مثلا من ربهم. فما فيش اثر لا للنون ولا اثر للغنة. تمام. يبقى بجيب رايين. مره صح كده؟ دخلناه في التحويل. ملة مراحل الادغام. قلنا هنحول النون لحرف مماثل اللي يجي بعدها. تمام. فطبعا عندي راء هحول النون لراء تبقى مر، وبعد كده ادخل الراء الساكنه في الراء المتحركه تبقى مر من ربهم. تمام. وده متهيألي من الاحكام السهله جدا اللي موجوده معانا في مصر بفضل الله، والاولاد حتى يعني بيستوعبوها بكل بساطه بسهوله يعني. نعم. لكن ما شفتش انت حد قبل كده يا شيخنا بيغن في الامره؟ لا في كتير، بس بعض كبار السن بقى اللي هو اصلا مدرسه التجويد، فممكن طبعا ايه يعني الغنى معاه هو فاكر ان ده من جمال الصوت ان هو هو ضمن الادغام بصفه عامه فيه غنى. تمام تمام. طيب ندخل بقى على الصوره بتاعتنا، صوره المعون. نعم. والمفروض الصوره دي معانا فيها هنستخرج منها الحب، وهنتكلم معانا على الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها بعض الاطفال والكبار. تمام. وهنتكلم عن معاني الكلمات. طب ايه رايك يا شيخنا نسمع الاول بس الايات من سوره المعون؟ عمر اتفضل يا عمر. قرب المايك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام سلي. انت هتخطب ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ها عايزين نسمع سورة المعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله عليك يا عمر، بس واضح النفس بيقطع حاجه من اتنين، يا اما هو بيقطع على طول كده يا اما بسبب السفر. لا هو على طول كده. على طول كده مش بسبب السفر يعني. قصير اصلا. ما شاء الله عليك يا عمر، انت جميل جدا يا عمر، ربنا يبارك فيك. طيب نسمع برضو نفس الصوره من بسنت صح؟ يلا يا بسنت سمعيني كده سوره المعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله عليك بس انت جميلة وعمر جميل ما شاء الله. يعني انا سؤالي ليك يا شيخنا، هل طريقة نور البيان بتعين فعلا على يعني انا دايما كان ليا مأخذ على هذه الطريقة، ويمكن تكلمت مع فضلتك من قبل، ويمكن تكلمت كمان مع فضلت الشيخ عصام صلى الله يبارك في عمره. الله يحفظه وانا بارك فيه. يعني كتير من الناس بينقلها بمط زائد، ومع اني شايف دلوقتي القراءه ما شاء الله يعني قراءه منضبطه بالازمنه والاحكام التجويديه بشكل. هو الامر شيخنا متوقف على اتقان تطبيق المنهج نفسه. تمام. ومراعاه الازمنه. تمام. فممكن البعض مثلا كان يبالغ في زمن الحركه. تمام. فلو المعلم او المعلمه بيقرا على الاولاد مثلا الحروف بالفتح، فلو الحروف بالفتح يلا يا اولاد با تا دخلنا في الف على طول، ده كده جاب مد بالالف. نعم.
طيب لو جه في المد بالالف هيوديها فين بقى؟ بالظبط كده، هيوصلها الباجور على طول. ده وصلها الباجور. فدلوقتي بفضل الله في ضبط للازمنه، حتى مراعاه اللهجات ونفس القواعد التجويديه اللي بياخدها الاولاد الكبار في السن ابتدائي او اعدادي، تمام؟ برضو بنسقط ده في السن الاصغر، الحضانه مثلا او سن اللي هو ايه قبل المدرسه، عشان السن الصغير بيبقى عنده قابليه بالضبط. هو لو خد المعلومه من اول منضبطه خلاص مش هيتعود على انه يزود الماده عن حد ولا انه يزود الحركه عن حدها. وده رايي دايما بقول ان احنا لو زرعنا في اولادنا ان هم يقراوا القران بشكل صحيح ونهتم بضبط القراءه، اصل دايما ولي الامر اصل بالنسبه له، وفي نفس الوقت كمان يبعد من البدايه عن التعسفات والتكلفات. لا، في بعض اولياء الامور، وحضرتك توافقني في 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 في, في هذا الامر، بيبقى همه ان ابنه يختم، يعني ابنه عايزه يختم وخلاص، لا بيحفظ كويس شيخنا ولا بيقرا. الامر مقتصر على اولياء الامور، ده ممكن مثلا محفظ قران منهجه اصلا في العمل انه يحفظ الاول بس، وبعد ما يختم بقول لك هنزود. طب ما خلاص ما فيش تجويد، لان هو صعب جدا، نقش في الذاكره وعلى اللسان بالضبط. هو الـ 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 القراءه عضل 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 صعب. تسمع ناس بتقرا كده؟ ليه بيسمع كده؟ لا انا بسمعهم بصراحه. بس فالامر يعني محتاج فعلا الى توجيه يعني. والامر يسير، وبعدين ما شاء الله المنهج ده بيمتاز بمزايا كثيره جدا، يعني اسقاط احكام التجويد بكل بساطه. لذلك احنا نجد مثلا عمر بفضل الله خلص ختم التلاوه كامله ما شاء الله من الفاتحه للناس، يعني مر على المصحف سنوات عمر، صح؟ قراءة يقرأ القرآن واستخراج أحكام من الفاتحة إلى الناس، قراءة واستخراج أحكام وتهجي. طبعا التهجي بالنسبة لنا هو مرحلة وبتعدي، يعني إيه نعم. عبارة عن مثلا وسيلة أنا بوصل بها لإيه، يعني إن كيفية النطق الصحيح. طيب بيقرأ صح، مش محتاج أجزأ له الكلمة أو ألجأ للتهجي. طيب يعني التهجي ده للي هو عنده مشاكل في الـ في الـ في بالضبط، في يعني وسيله تستخدم نطق الكلمه للضروره بس، للضروره فقط يعني. تمام. طب ما عايزين كده نسمع تهجي كده من عمر مثلا. تهجي الحكم مثلا يا عمر ابتداء كده، عايزين كلمه من سوره المعون فيها ادغام بغير غنه. لا اقرب المايك، عايز اسمعك. فويل للمصلين. تمام بلاش ويل لي، يعني خلينا ويل لي، لا للمصلين الذين لسه هم كمان، يعني هنكمل كمان يعني المصلين بس كمان. تمام هنكمل لسه. طيب ممكن تجيب تهجي الحكم الإضغام بغير غنة؟ لا أنا عايز أسمع بقى صوتك، وتعلي صوتك كده وصحصح معايا. أنت هتنام ولا حاجة؟ لا. لو عايز تنام قول لي يعني، مش هخليك تنام يعني. يلا سمعني. ف و ف و يا حرف لين فواي لم تلوين بالضم مضغم في اللام المكسور راء إضغام بغير غنة فويل لي لم قمرية مظهرة للمو للمصا للمصا لام شدة وكسرة المصلي يا مد عارض للسكون جائز اثنين او اربع او ستة حركات نون ساكن عند الوقف للمصلي فويل للمصلين. ما شاء الله. طبعا شيخنا هنلاحظ ان هو طبعا تهجى الحكم، واللي قبله كمان مثلا قبله مد العارض للسكون حق الوقف، فبرضه جاب المد العرض للسكون، جاب 2 4 6 فالتهجي مش مقصور فقط على الحروف بالحركات الاصليه الثلاث، فتح وكسر وضم او حتى التشديد او ما شابه ذلك. لا ده جديد عليه الحكم التجويدي نفسه بكل بساطه زي ما سمعنا من بس عمر. طالما ختم يعني القران كله قراءه بضبط القران، بالتالي مش محتاج تهجي خلاص، هو بيعرفه بس المعرفه، هو مش محتاج التهجي خلاص في المرحله دي. نعم. لكن هو طبعا مر على كل الاحكام بلا استثناء. تمام. يعني التحفه طبعا خلص التحفه بالكامل وبعض الابواب في المقدمه الجزائريه. نعم. طيب نسمع بسنت بقى كده برضه تتهجى لنا كلمه. بسنت كذلك ان شاء الله. يلا نطلع حكمه ونتهجى. هي قرات الصوره ولا؟ قرات الصوره معنا. تمام. ف و ف و يا حرف لين. ما احنا عايزين واحده غيرها بقى. مش هو يعني عمر قال الكلمه الجمله ديت؟ في الصوره تاني ولا مفيش؟ ها؟ في الصوره حكم ولا لا؟ لو مفيش نجيب من ايه؟ من صوره تانيه. مفيش حكم ابغى مفيش. انا اسالك سؤال تاني، لو قلت مثلا مل لغوب هنا الحكم ايه؟ ابغى بغير غن. طب تجيب التهجي مل لغوب، هتعمل التهجي كده ميم كسره واضح انها ما خدتهاش، ممكن تكون ما خدتهاش. لا الـ طبعا هي ايه الصوره بالنسبه لها، هي اكيد بتدور على حكم تاني في الصوره، صح كده؟ مفيش، فاحنا جبنا لها بقى ايه مثال من بره، النون الساكنه بعدها ايه؟ بسنت بعدها لام، صح؟ ها اقول من ولا مل وغوب؟ مل وغوب. تمام طيب خلاص تمام. مل وغوب يعني عملت ايه؟ عملت ادغام، صح كده؟
اللام دخلت في الايه؟ النون دخلت فين؟ في اللام، صح؟ في اللام. جميل جدا ما شاء طب الله. عارفه الدليل شاهد من التحفه؟ ايوه. طب قولي كده، سمعينا كده. والثاني ادغم بغير غن في اللام ور ثم كررن. ما شاء الله ما شاء تمام. الله. انت عايز تعيط ولا حاجه يا بسام؟ لا لا, لا لا لا. طب تمام كويس. مش هتعيط، لا هتعيط ليه؟ هي عسل ما شاء الله على السوله، جميله ما شاء الله. طيب نرجع بقى للشامي. شيخنا، الاخطاء الشائعه في اللي بيقع فيها كثير من الصغار والكبار في الايات كثيره جدا. انا عارف حضرتك هتتكلم على الوقف والبدء. ده طبعا ده اساس في الصوره. في الصوره لكن يعني خلينا نبدا الاول نتكلم على الاخطاء الشائعه. تمام. تفخيم الهمزه. تمام. تمام. لو واحد بدا قال ارايت. تمام. كويس كده. بعد كده طبعا استبدال حرف الذال. ماشي. لو قال الذي. تمام. ده بذال بزاي. وده كتير قوي بيقع فيه يعني. ويكذبه نفس الايه؟ ايه؟ هي الذي. قرب الميكروفون كده مش هنسمع. ما انا سامعك. الذي. الذي؟ طب لو قلت الذي. انت زعلان من الميكروفون؟ زعلان منه؟ لا هو مش زعلان. طيب فين بقى؟ الذي ولا الذي؟ الذي. طب انا لو قلت الذي ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان انا عملت ايه كده؟ قرب الميكروفون. انا مش عارف. شلت الذال وحطيت زي. ما شاء الله عليك ما شاء الله، انت مركز معانا جامد اهو. لا لا، ده اللي هنام مش هو. لا، خلي المايك قريب باستمرار. تمام. طيب كلمه بالدين يا عمر، لو واحد مثلا جاب همس في الدال وقال ايه؟ بالتين. ينفع؟ لا. لان الدال ما فيش فيها همس، صح؟ طيب، وده شائع جدا على فكره في هذه الكلمه. كلمه اليتيم، الميم اللي هي في الاخر دي، نعم، ممكن بكل بساطه القارئ يضيعها، لو قال اليتيم مش واضحه، او يجيبها شباب المقلقل اليتيم. وده خطا وده خطا. احنا دايما بنقول ما فيش عندنا في القران لا ماء ولا ماء ولا باء، كل ده مش ايه الباقي. طب الباقي بتاعي كل ده لا. طب وفي برضه ممكن واحد يقولها كده، يدع اليتيم، او العمل غنى كامله. عامل غنى. والغنى ما ينفعش بالشكل ده، صح كده؟ غنى طويله كده يا عمر، صح؟ صح يا بسنت؟ ده ما ينفعش. تمام. كلمه طعام، وده خطا شائع جدا، انه يفخم الايه؟ العين، والطعام مثلا يعني. وبالتالي الالف تابع للايه؟ لما قبل. مش احنا ما تعودناش نقول عايزين طعام، احنا بنقول عايزين ناكل، صح؟ مش طعام يعني. بنقول عايز طعام؟ لا، بنقول عايزين ناكل. صح؟ صح صح. صح. كلمة المسكين، ما قلناه في الميم ينطبق على النون. نعم. نقول المسكين. النون مش واضحة، أو المسكين، يبقى برضه رجع للإيه؟ رجع للناء تاني برضه. تمام. يعني ده الميم والنون إذا كانت في آخر الكلمة، آخر حرف في النطق. نعم. وهقف على الحرف دوت. تمام؟ هو طبعًا في، لو دخلنا في بعض الجزئية اللي هي خاصة بالزمن، هلاقي زمن التوسط هيضبط المسألة دي. تمام؟ ويأتي بالغنة، إن كان الحرف نون أو ميم، غنة ناقصها. تمام. تمام؟ فويل للمصلين. طبعا هنا بالنسبة للآية دي، يعني لو وقف هنا طبعا ده لا يجوز بالمرة. الإنسان بيقرأ مثلا بيصلي إمام. يأتي هنا على الموضوع ده بالقطع يعني، وبعدين تكبير خلص بقى إيه؟ هيكبر للركوع، فويل للمصلين ويركع. ما ينفعش طبعا. ما ينفعش خالص يعني. طبعا لا. نهائي يعني. طيب، لو هيوصل يعني، في قولين طبعا. اما يقف على راس الايه وبعدين يوصل، او يوصل اتماما للمعنى بدون ما يقف على وانا رأس. اميل الى الوصل. اميل الى الوصل، هو عايز يجمع بين الايه؟ بين الرايين. نعم. او بين الرايين. خلينا دي وجهه نظر. انا يعني بصراحه برضو انا بالنسبه لي اتمام المعنى اولى. نعم، اللي هو الوصل يعني. حتى المواضع اللي هي مثلا برضو مشابهه، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. نعم. كلمة بالليل بداية آية، في سورة الصفات، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في البقرة، برضو إيه؟ نعم. بداية آية وهكذا. نعم. فهنا طبعا لو وصل أولى، ليه؟ مراعاة المعنى. طيب، احنا الحلقة اقتربت جدا جدا، بل قالوا لي أنها انتهت يعني بالفعل. مش عارف عدت بسرعة، احنا حسينا ما حسيتش بيها يعني فعلا. طيب خلينا نقول بقى يعني بعض معاني الكلمات كما اعتدنا في اللقاء. طيب، معنى السورة، اسم السورة نفسها يا عمر، يعني إيه الماعون؟ قرب المايك. منافع مما يتعوذ الناس. لا لا لا، تاني معلش، تاني كده عشان اسمع كده. الماعون، منافع مما يتعوذ الناس، يعني اللي يحتاجه الناس، يعني منافع للناس، صح كده؟ جميل. طيب كلمه تانية بقى، البسنت. طيب، يدعو اليتيم يا بسنت، يعني ايه؟ يعني ايه يدعو اليتيم؟ يدعو اليتيم يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا. تمام، دفع احسنت. عنيفاً. كلام يعني كبير ما شاء الله. كلام يعني ما شاء الله. ماشي، حتى مع يدعو يعني حاجه كده يعني يدفع يعني المسكين.
اليتيم. طيب قول لي يا عمر كده، الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني ايه؟ يعني ايه ساهون؟ قرب المايك. الذين هم يتغافلون ويتشغلون فيأخرون عن وقته. والله ده كتير قوي اللي بيقع في ده يا عمر. احسنت. والله تعرف كده، تعرف كتير قوي بيقع. طيب في ده. يراؤون يعني ايه يا بسنت؟ يعني ايه يراؤون؟ يراؤون اي الذين هم يراؤون بعمل فلا يصلون لله رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب. ما شاء الله، كلام كبير جدا، جدا. جدا. حاجه كده ايه، افك الكلام ده بقى. انا هترجم ليك يا بسنت، ما شاء الله عليك. يعني ايه؟ يعني بيصلي وعينه على الناس اللي بيبص عليه وهو بيصلي، صح كده؟ مين بيشوفه بيصلي عشان يقول ده بيصلي كويس؟ مين بيشوفه بيدي للفقير؟ ماشي؟ عشان الناس تعرف ان هو بيدي للفقير او بينفق ايه؟ صدقات يعني. طيب اخر ايه بقى؟ ويمنعون المعون، يعني ايه يا عمر؟ ايوه قرب المايك، الحلقه كلها ايه؟ قرب المايك. ايوه الناس منافع ما عنده. تاني بقى عشان ما سمعناش. ايوه يمنعون الناس منافع ما عنده. احسنت. يعني ممكن واحد مثلا ممكن يقول لك يعني انا عايز كتاب سلف، ها، وانت مش يعني مش محتاجه قوي، يعني لو منعته طبعا ما ينفعش. لا هو كتاب عمر ممكن يديله كتاب ويديله الكتب كلها وشنطه عشان مش عايز يذاكر، عشان مش ذاكر. لكن لو نقول له بس سندوتش مثلا، يعني تمنع سندوتش، ده موضوع تاني خالص. يعني الحلقه انتهت مع المذهب المنوفي كمان يعني. الحلقه انتهت وكانت حلقه جميله جدا، ولسه عمر صاحي وبسنت صاحيين لسه صاحيين. نكمل الحلقه يعني ولا كفايه كده؟ هو مخرجنا بيقول خلاص الحلقة انتهت يعني. نكمل. طب خليها في حلقة تانية إن شاء الله. يعني في نهاية الحلقة بشكر ضيفي الدائم واللي بيشرفني دايما، فضيلة الشيخ سامي شهاب. شرفتني ونورتني، وبشكر عمر وبشكر بسنت على وجودهم معايا في هذه الحلقة. ألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. تحياتي وتحيات مخرج البرنامج محمد أسامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني.